هون المعيشة في القدس كتير كتير حرجة، لأنه كمان معتمدين على السياحة الخارجية. لما بيكون فيش سياحة معناته النساء ما اشتغلتش ولا دخلت ولا كان عندها أي مدخول. بفترة من الفترات اللي هي بشهر 12 عملوا مهرجان باب الجديد ووصل لعنا لهون وحطوا حواجز الشرطة، ما حدش يقدر يوصل على هذه الدكاكين الموجودة هون. المرأة بتقدرش توصلنا، إحنا اللي لازم نوصلها ونقطع حواجز عشان البضاعة وعشان نأمن الشغل. يعني هذه البضاعة لو بدها تمرق على المحسوم يشوفوها بأخذوها بصدروها، ممنوع تمرق، بنمركها بسيارات بندفع عليها أجار، ممنوع تدخل أي إشي من الضفة، ممنوع يدخل هون. البلد القديمة الكل بيعرف إنها يعني مكان مستهدف جداً، مستهدف بمعنى هو هدف مقصود للتفريغ، يعني هم بيعملوا كل ما يستطيعوا بقصد التفريغ، تفريغ البلد القديمة من سكانها الأصليين ويعملوا لها عملية إبدال ريبليسمنت بالمستوطنين اللي أنتوا بتشوفوهم. يعني إحنا بندفع ضريبة القيمة المضافة وبندفع ضريبة الأملاك اللي هي الأرنونة وبندفع ضريبة الدخل وبندفع تأمين وطني وكل هذه الأشياء، بس كل الامتيازات اللي بياخدوها إحنا ما بناخد منها ولا شيء، بالعكس علينا كمان تشديد وتنكيل بيصير.